قمنا بلقاءات عبر مهيب عبد الهادي وعرضناها لكم كلها وكواليس المنتخب الوطني دقيقه بدقيقه، ونروح نطير لنيجيريا ونعرف الجديد برضو من المتالق مهيب عبد الهادي. مهيب مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ومساء الخير على كل مشاهدي تلفزيون الحياه. بالفعل كانت مباراه رائعه من يعني اولادنا، اولاد منتخب مصر كانوا رجاله النهارده، كانت روح عاليه. عايز اقول لك الناس اللي ما لعبتش كان عندها حافز وكان عندها روح اكتر من الناس اللي لعبت، يعني هي دي الروح اللي احنا كنا بنفتقدها في منتخب مصر. لكن مش عايزين نبالغ قوي، احنا لسه عندنا ماتشين، الماتش الاولاني خلص او الشوط الاولاني خلص، الشوط الثاني في مصر. اعتقد المباراه القادمه مباراه اصعب من المباراه ديت. معايا واحد من نجوم لقاء ومن رجاله في الدفاع، كابتن رامي ربيعه نجم منتخبنا الوطني، هتواصل معاك. بقول لك يا مهيب اي حبيبي يا كابتن سيف، انت بتهبطنا ليه؟ ما تسيبنا نفرح، انت بتهبطنا ليه؟ ما هم هو يعني في تعليمات كده، مش عايزين فرحه دلوقتي يا عم. احنا عايزين نفرح كده. احنا يعني المنتخب مادي النهارده لقاء جيد وعايزين نفرح. طيب تمام يا خلاص. يا عرض رائع واحنا فرحانين ومبسوطين، ومش عارف اقول لك ايه يا كابتن سيف، يعني مباراه رائعه وعملنا مباراه جيده مع نيجيريا، لكن الحمد لله بجد ما تهبطناش يعني ما تهبطناش. طيب والحكم واللي احنا شفناه، لكن يعني عارف كابتن سيف ربنا كان معانا، يعني تحس ربنا شايل لنا حاجه، لان كان في مجهود كبير، مجهود كبير مبذول من كل المجموعه اللي موجوده، من صحفيين، من اعلام، من مهندس هاني ابو ريده، كابتن حسن الفريد، اللعيبه. يعني اعتقد كان النهارده كان يوم جميل جدا جدا، خبري حتى وهو متحمل على نفسه ومتواجد في المعسكر، فاعتقد كان يوم جميل. يعني محمد صلاح كلله ورمضان صبحي يعني عملوا مجهود كبير جدا ومجهود رائع. واحنا دلوقتي في مطار كادونا معاك يا مهيب، يعني اتفضل. عايز اقول لك ان عصام الحضري يعني هيكون موجود في المعسكر، هو اصر الجهاز الفني ان هو يبقى متواجد في معسكر منتخبنا الوطني في برج العرب. معانا تفاصيل كتير جدا يا كابتن سيف، لكن خلينا من خلالك كابتن سيف ناخد يعني انا بدور بس المهندس هاني ابو ريده كان قدامي حالا. هو المهندس هاني ابو ريده مهيب، المهندس هاني في اصابه معينه انا شايفه حاطط ثلج. لا ده كان حاطط ثلج كده على دماغه، انت عارف الضغط بتاعه الضغط بتاعه بيرفع شويه.